بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصف السادس، اهلا وسهلا بكم بالمحاضره الثانيه من محاضرات الفصل الرابع التكوين الجنيني. طلاب، بالمحاضره السابقه شرحنا عرفت التكوين الجنيني شنو تعريفه واخذنا النمو والتمايز. اليوم راح ناخذ وياكم موضوع جديد اللي هو شنو مستويات التعظي في الحيوانات الاكثر تعقيدا. تعالوا خلينا نشوفه بالكتاب حتى نتوكل على الله ونبلش شرح. تبع عليه. شوف مستويات التعظي في تعقيد الحيوان، يقول يعتقد التعقيد المتزايد من أهم المميزات في تاريخ تطور الحيوان. شوف هذا كله كلام ما لا يعني إحنا ما لنا علاقة به، ما لنا علاقة به مو من ناحية مثلا العلمية، لا من ناحية الوزارة هو ما راح يجيب من عنده. يقول فأبسط الحيوانات وحيدة الخلية الصغيرة ذات مجال أضيق بكثير في درجة التعقيد. شوف هنا أنا خلي اروح على المستويات حتى توضح لك شنو هذا الكلام. يقول على الرغم من ذلك فان هذه الحيوانات كائنات كامله تؤدي جميع الوظائف. هنا انا راح نروح بمن فت قضيه. شنو هاي القضيه استاذ؟ بالك وياي. القضيه احنا تعرف هسه اليوم انت كانسان تؤدي جميع الوظائف لو ما تؤدي. بس مثلا خلينا نجي على الانسان. الوظائف اللي يقوم بها الإنسان مثلا خلينا نقول الإخراج، التنفس، الهضم، الحركة، صح لو لا، وإلى آخره. إذا نجي على مثلا نقول الباراميسيوم، نفس الحالة، يقوم بالإخراج، يقوم بالتنفس، يقوم بالهضم، ويقوم بالحركة، صح لو لا؟ راح تقول استاذ الانسان هو كائن متعدد الخلايا، كل يعني شوف مثلا الاخراج يحتاج له اللي هو جهاز الاخراج، التنفس يحتاج له اللي هو شنو الجهاز التنفسي، الهضم الجهاز الهضمي، والحركه الجهاز الحركي. زين استاذ هاي الاجهزه متكونه منين؟ من مجموعه من الاعضاء، والاعضاء تكون مجموعه من الانسجه، والانسجه تكون مجموعه من الخلايا، صح ولا لا؟ فهنا زاد عند التعقيد، يعني انه يقصد هنا التعقيد بمن؟ بالوظائف. زين استاذ البراميسيوم هو كائن وحيد الخليه، شلون راح يكون يعني يقوم بهاي الوظائف؟ فهنا ما هو الموضوع الجديد اللي هو شنو مستويات التعقيد. زين مستويات التعقيد، شوف انا راح اسوي لك مخطط او اسهلها عليك حتى ارجع لك على السبوره. مستويات، موضوع اسمه مستويات التعقيد. مستويات التعقيد. شوف نجي ناخذ بالمسطرة، شوف هنا نحتاج او ناخذ اشكال شكل السهم، وينه نحتاج سهم. شوف وهذا السهم خلينا نسوي لونه ابيض، السهم باوعلي، هذا السهم بهذا الاتجاه، ما اعرف عاد الاعوج ما لنا علاقة به. زين وعندي هنا بهذا الاتجاه، خوش حكاية. شوف راح شو اسوي، راح طبعا احدثهن هنا حتى يصير عندي شنو مستوى التعقيد. شوي نزغر با، هذا السهم الصاعد راح اسميه درجة التعقيد، هذا شو اسميه درجة التعقيد، درجة التعقيد، متفقين عليه؟ هذا درجة التعقيد. هذا السهم شباب اللي هو شو نسميه مستوى التعظي، مستوى التعظي، مستوى شنو التعظي. شوف راح ابدي لك من اقل مستوى، راح ابدي لك مين من اقل مستوى اللي هو شو يسمون مستوى البروتوبلازمي للتعظي. با المستوى البروتوبلازمي المن للتعظي، المستوى الاول، هذا المستوى الاول شو اسمه؟ اسمه المستوى البروتو بلازمي للتعظي. شنو المقصود بالمستوى البروتو بلازمي للتعظي؟ طبعا منطيني مثال عليه، المثال راح اكتبه فوق او جوا بالاخضر كما في الطليعيات. مثل من عندي الطليعيات. استاذ هذا ايش قد راح تعطي تقدير مستوى؟ يعني خلينا نقول كمستوى ايش قد راح تعطي تقدير؟ هذا المستوى خلي نسوي منافة تقدير ايش قد؟ 10.
يعني من مستويات درجة التعقيد، يعني كل ما يزداد السهم يصعد انه يزداد التعقيد، اللي هو انه يعني مستوى التعقيد يكون بها شنو قليل عسرة. استاذ شنو هو المقصود هنا؟ يعني انه شنو الغاية؟ شنو مستوى البروتوبلازم التعضي؟ بقى المستوى البروتوبلازم التعضي انا مو قبل شوية قلت لك، تعال ارجع لك على الصفحة اللي بعتها اللي هي هاي وينها او مساحتها، اني نضيف صفحه جديده. انا مو قلت لك، قلت لك شباب انا عندي الـ عندي الـ الوظائف الخلويه، الوظائف اللي يقوم بها الكائن، تنفس اخراج والى اخره، يحتاج لها اجهزه. زين، انا اذا عندي هاي الخليه فرضا، خلينا نقول اميبا، اللي هي الاميبا مين من الطبيعيات، اميبا بها نواه، مثلا اكو عضيات تقوم بوظيفه انتاج الطاقه، عضيات مسؤوله عن الحركه، زين، عضيات مسؤولة عن التنفس، عضيات مسؤولة عن الإخراج، عضيات مسؤولة عن شنو الهضم، صح ولا لا؟ فجميع هاي الوظائف، شوف شوف، جميع هاي الوظائف تصير وين؟ بالسيتوبلازم. هنا زين استاذ، هو شنو كلمة البروتوبلازم؟ البروتوبلازم وضح لي اياها، شنو البروتوبلازم؟ البروتوبلازم تسمية تطلق على السيتوبلازم زائد الغشاء البلازمي. فصار عندي، صار عندي يسموه البروتو بلازمي. فهنا جميع الوظائف الخلويه او جميع الوظائف اللي يقوم بها الكائن تنحصر بمن؟ بابا، جميع الوظائف اللي يقوم بها الكائن راح تنحصر بمن؟ بالغشاء البلازمي، اللي هو غشاء البلازمي احنا مو اخذناه بالفصل الاول، ويكون حدود الخليه لو لا. فهنا راح شنو هاي حدود الخليه؟ تعال، اكو وظيفه طلعت خارج حدود الخليه؟ لا استاذ. فهذا اللي هو شنو المستوى البروتوبلازمي المن للتعضي. تعالوا هسه نروح الكتاب حتى راسا نحفظه. يقول يتضح التعضي البروتوبلازمي في الاحياء وحيده الخليه متفقين عليها، مثل من هو؟ مثل الطليعيات، وفيها تنحصر جميع الوظائف الحيويه اللي قلت لك اياها قبل شوي داخل حدود الخليه التي تمثل الوحده الاساسيه للحياه، لان هو كان وحيد الخليه فيعتبر شنو الوحده الاساسيه المن للحياه. وتتميز في بروتوبلازم الخليه، يعني السيتوبلازم والغشاء البلازمي، عضيات قادره على اداء الوظائف المتخصصه. صار واضح شباب؟ زين استاذ، لا شنو المستوى الخلوي للتعضي؟ تعال خلي عفوك من الكتاب نرجع المستوى الثاني. هسه هذا درجة التعقيد مالته تكون بسيطة. نجي على المستوى اللي بعده، هذا خلينا نطيه هنا شوية، شو اسمه؟ المستوى الخلوي للتعضي، المستوى الخلوي المن للتعضي. شوف المستوى صعد درجة أكثر، ايش قد صار؟ راح نطيه 20، فصار شنو درجة التعقيد أكثر من البروتوبلازمي. باو، المستوى البروتوبلازمي اكو مستعمره يسموها مستعمره الفولفكس، كما في مستعمره، كما في مستعمره، مستعمره هاي الفولفكس. شنو هاي الفولفكس؟ باو هاي شنو قدامك؟ شنو هاي قدامك؟ بيتزا. البيتزا راح اقطعها اربع قطع، صح لو لا؟ 1 2 3 4، كل قطعة راح أخلي مثلا عليها نقول وظيفة الإخراج، وهاي الوظيفة راح شنو التنفس، هاي الوظيفة الهضم، وهاي الوظيفة شنو التكاثر. بس كل قطعة، كل قطعة من متكونة؟ من مجموعة من الخلايا، مجموعة شنو من الخلايا. كل قطعة صارت متكونة من مجموعة من الخلايا، متفقين عليها؟ باو، هنا شوف ركز وياي، هنا استاذ انت هذا صار عندي اسمه مستعمره، يعني هسه انت مثلا كلمه المستعمره هو شنو؟ استعمار، يعني مجاميع، يصير مجاميع مين؟ من الكائنات الحيه، فهذا المقصود بمن؟ بالمستعمره، هذا المقصود بمن؟ بالمستعمره، اوكي استاذ وضحت كلمه المستعمره وفهمتها وشنو المقصود بها. زين استاذ راح اسالك سؤال وتجاوبنا عليه. شنو يعني كل مجموعة من الخلايا؟ باو حسا مثلا انت الصف مالتكم ب 40 طالب، ب شنو 40 طالب، هذا بالصف 10 راح يقومون بوظيفة مثلا خلينا نقول وظيفة كنس المدرسة، و10 المن للرياضة يعني طوبة،
وعشرة خلينا نقول لحماية الصف، وعشرة راح يصيرون إلمن خلينا نقول ترتيب القاعة، صح ولا لا؟ فهنا أنا هذا العمل اللي هو شنو صار عندي تقسيم العمل، صار عندي شنو تقسيم العمل، قسمت العمل على من؟ على كل مجموعة. فنفس الحالة هنا المستوى الخلوي التعضي، كل مجموعة من الخلايا انطيتها وظيفة تقوم به، كل مجموعة من الخلايا انطيتها شنو وظيفة تقوم به، هذا اسميه شنو؟ اسميه المستوى الخلوي لمن؟ للتعضي. المستوى الخلوي للتعضي تعال كما في مستعمرة الفولفكس. فهنا هذا انه مطلوبة من عندك الامثلة لازم تحفظها، مثل مثلا لمستوى خلوي التعضي تقول لي صار مستعمرة الفولفكس. ما المقصود بمستعمرة الفولفكس؟ تقول لي هي مجموعة من الخلايا زين تظهر في مستوى الخلوي، تظهر فيها مستوى الخلوي للتعضي، حيث تقوم بتقسيم العمل على مجاميع من الخلايا. تعالوا نرجع لها بالكتاب حتى به. يقول نحن نعني بالتعضي الخلوي، نعني بالتعضي الخلوي ان هناك مجموعه من الخلايا المتمايزه وظيفيا، مجموعه من الخلايا شنو متمايزه وظيفيا يعني متخصصه وظيفيا. شلون عشرة يكنسون الصف، عشرة للرياضه، ويتضح في هذه المرتبه من التعضي تقسيم العمل. شوف قسمنا العمل على الصف، تختص بعض الخلايا بالتكاثر والبعض الاخر بمن بالتغذيه كما هو الحال في مستعمره الفولفكس. صار واضح شباب؟ زين استاذ هاي اوكي ما عندي مشكله. مستوى النسيج الخلوي خلينا نقراه هنا ونرجع له بالكتاب. يقول في هذا المستوى من التعضي، هسه انت اذا تقراه هيك ما راح تفهمه. في هذا المستوى من التعضي تتجمع الخلايا المتماثله في طبقات محدده لتصبح نسيجا. ويعتقد بعض العلماء ان الاسفنجيات التي تنتمي الى هذه المرتبه على الرغم من ان قناديل البحر واللاسعات يشار اليها عاده انها تمثل بدايه تكوين النسيج. مثل مثلا الى كائنات تمثل بدايه تكوين النسيج، تقول استاذ اللي هو منو عندك؟ عندك قناديل البحر واللاسعات. هسه احنا خلينا نرجع، مو هذا موضوعنا. موضوعنا نرجع للمخطط. شوف المستوى الثالث التعضي نختار له لون هذا. شوف مستوى الانسجه المتعضيه. مستوى شوف هسه احنا ايش صار عندنا؟ مستوى البروتوبلازم التعضي، مستوى الخلوي التعضي، شوف مستوى الانسجه شنو المتعضيه، مستوى شنو الانسجه المتعضيه، مستوى الانسجه المتعضيه. شنو يعني استاذ مستوى الانسجه المتعضيه؟ خلينا نمسح هذا، نمسح هذا بعد ما نحتاجه، خلصنا. شوف مستوى الأنسجة المتعضية، فرضا الجسم بطبقات، فرضا الجسم شبيه بطبقات، طبقات الجسم باء هذا الجسم، خوش حكاية، بطبقة رقم واحد، طبقة رقم اثنين، وطبقة رقم ثلاثة. هاي شنو الطبقات؟ فكل مجموعة من الخلايا المتماثلة، يعني كل مجموعة من الخلايا راح تتجمع بمن؟ بطبقة من طبقات الجسم. الخلايا شوف شوف احنا مو قلنا النسيج، تعريف النسيج هو مجموعة من الخلايا المتماثلة، الخلايا شنو المتماثلة، هذا التعريف احنا ماخذيه سابقا اللي هو شنو عرف النسيج، هو مجموعة من الخلايا المتماثلة. باوع الشباب هنا راح شو يقول لك؟ يقول لك يا ابي الخلايا انه راح تتجمع بطبقه من طبقات الجسم حتى شنو تؤدي وظيفه معينه. بس هنا الوظيفه شوف شوف باوع مثلا هسه خل اذكرك احنا النسيج العضلي الهيكلي، شوف شوف هذا مثال اعطيك عليه حتى توصل لك. النسيج العضلي الهيكلي ايش صار بمجموعه من الخلايا شنو الهيكليه؟ النسيج خلينا نقول الغضروف، الغضروف الشفاف او الغضروف اي غضروف تجمعت به شنو خلايا غضروفيه، صح ولا لا؟ النسيج خلينا نقول الظهار البسيط، العمود البسيط تكونت به خلايا شنو عموديه، بس كلها شنو متماثله بطبقه من طبقات الجسم حتى تؤدي شنو وظيفه معينه. مثال على هذا اللي هو منطينا منو المثال؟ شوف الامثله منطيك اول شيء عندك اللاسعات، اثنين الاسفنجيات، وثلاثة قناديل البحر، قناديل
البحر. صار واضح شباب؟ زين شوف بس هنا استاذ زاد مستوى، يعني مستوى التعقيد زاد عندي، يعني شويه ازداد عندي مستوى شنو التعقيد. باوع مستوى التعقيد هنا كان 20، هنا ايش قد راح يصير؟ لا باوع لي مستوى التعقيد هنا صار عندك 30. شوف درجة التعقيد جاي تزيد كل بالاحياء وحدة الخلية، انه درجة التعقيد تكون بسيطة، كل الوظائف تنحصر بمن؟ بحدود الخلية. هنا درجة التعقيد شنو ازدادت؟ زي شباب تعالوا خلينا نكمل المستوى الرابع شو يقول؟ شوف هسه مستوى الانسجة المتعضية هسه شنو؟ باور. خلينا نرجع له، نسيت شغلة، خلينا نرجع نقرأ حتى شنو ضبطه. في هذا المستوى من التعضي تتجمع الخلايا المتماثلة في طبقات محددة لتصبح شنو نسيجا، لتصبح شنو نسيجا. ويعتقد بعض شوف تتجمع الخلايا المتماثلة، تتجمع الخلايا المتماثلة في طبقات محددة لتصبح شنو نسيجا. ويعتقد بعض العلماء أن الإسفنجيات تنتمي إلى هذه المرتبة على الرغم من أن قناديل البحر واللاسعات يشار إليها إلا أنها تمثل بداية تكوين النسيج. مستوى الأنسجة المتعضية شنو مستوى الأنسجة؟ شو شوف بقى إحنا إيش قال؟ مستوى النسيج الخلوي، يعني النسيج مجموعة من الخلايا، العضو مين مجموعة من الأنسجة. تعال خلي أذكرك أفهمك يعني بصورة بسيطة. تتذكر إحنا من أخذنا بالفصل الثاني إحنا شوف أدي الكلية، شوف الكلية شبيهة، شوف بيها حوض حوض الكلية بيها هنا جسيمات مال بيجي صح ولا لا؟ وعندي هنا خلينا نقول فرضا نبيبات الكلية، نبيبات الكلية. الكلية عضو لو مو عضو؟ استاذ الكلية شنو هو؟ عضو، متفقين عليه، ما يختلفون عليه اثنين. احنا المستوى الرابع مالتي شو يقول عليه؟ شوف اتبع عليه حتى تفتهم. يقول مستوى شنو الأنسجة المتعضية، خلينا نعطي غير لون. مستوى شنو الأنسجة المتعضية؟ مستوى الأنسجة المتعضية، مستوى شنو الأنسجة المتعضية، مستوى الأنسجة المتعضية هنا مستوى الأنسجة شنو المتعضية. مطيني طبعا مثال عليه، خلي قبل اعطيك المثال هي شنو الديدان المسطح، الديدان المسطح. بس هنا انا اريد اوضح لك على الانسان، الانسان يطلع يظهر به كل هاي المستويات. شوف هنا الكلية من تتكون؟ تتكون استاذ من مجموعة من خلينا نقول الفد الاماكن، خلينا نسميها الاماكن او الطبقات او شو تريد تسميها سميها. زين الكلية عبارة عن شنو؟ عضو. العضو بحوض الكلية اللي هو يا نسيج بحوض الكلية، منو بطل يا بطل يقول لي بها نسيج متحول صح لو لا؟ نسيج ظهار متحول، جسيمات مال بيجي يا هو عدي مكعب بسيط اللي وظيفته شنو الانتشار والترشيح، هذا وظيفته حماية. زين نبيبات الكلية عدي مكعب بسيط اللي وظيفته شنو الافراز زائد الامتصاص، بس هنا بما انه هو بس بالكلية فيصير شنو وظيفته؟ امتصاص صح لو لا؟ باوع باوع اللي باوع اللي هنا على الفكرة اللي دا اوضح لك اياها. يقول مستوى الانسجة المتعضية مكعب بسيط متحول. زين وهنا الحر شوفوا، العفو هنا حر شوفوا بسيط، حر شوفوا بسيط، هنا شنو الحر شوفوا البسيط، هنا مو مكعب، الحر شوفوا البسيط لان هو ايش قال؟ جسيمات مال بيجي. زين استاذ ما افتهم شنو مستوى الأنسجة المتعضية؟ وضح لي اياه. تعال مكعب بسيط واندخل بعضو بالكلية، المكعب له وظيفة خاصة اللي هي شنو؟ الامتصاص. المتحول وين موجود؟ بالكلية، وظيفته شنو؟ حماية. عندك شنو؟ الحر شوفي اللي موجود وين؟
اللي موجود بجسيمات مال بيجي اللي وظيفتها شنو؟ الانتشار. فهاي الانسجه دخلت وين ضمن عضو واحد فسميناها مستوى الانسجه شنو؟ المتعضي. مستوى الانسجه شنو؟ المتعضي. مستوى الانسجه بمن؟ المتعضي. بس باوعلي لهذا المستوى، هذا المستوى صار شنو؟ درجه من التعقيد. صار عندي شنو؟ ايش قد راح احطيه؟ احطيه 40. ايش قد راح احطيه؟ 40. صار واضح؟ مستوى الانسجه المتعضي. زين استاذ لعد اكو المستوى الاخير شو اسمه؟ اسمه مستوى الجهاز العضوي. مستوى شنو؟ الجهاز العضوي. مستوى شنو؟ الجهاز العضوي. شباب شنو المقصود بمستوى الجهاز العضوي؟ مبين ذي الشيء من معناها مستوى الجهاز العضوي، يعني الجهاز يتكون من مجموعه من الاعضاء. يعني الجهاز من يتكون؟ من مجموعه من الاعضاء. فراح شو يصير عندي؟ مستوى الجهاز العضوي هذا الاخير، المستوى الاخير نعطيه هذا اللون الاخضر. ها شنو؟ يلا مستوى الجهاز العضوي اللي هو منو عدي بالانسان. تعال خلي انا مو قبل شويه قلت لك الكليه صح لو لا؟ كليتان حالبان الحليل والى اخره. اذا ايش صار عندك؟ جهاز شنو؟ الاخراج. بس باوع لي الاعضاء دخلت ضمن شنو؟ جهاز. فبهذا المستوى انه احنا راح ارجع اذكرك بالفصل الاول، احنا قلنا الخليه مجموعه من الخلايا، انسجه مجموعه من الانسجه راح تكون لي شنو؟ اعضاء. مجموعه من الاعضاء راح تكون لي جهاز. مجموعه من الاجهزه راح تكون لي جسم شنو؟ كائن حي. تتذكرها لو ما تتذكرها؟ اي استاذ اتذكرها. فهنا بقى الاعضاء دخلت ضمن الجهاز. مثلا هسه خلينا نقول على الجهاز التنفسي، او خلينا نقول على الجهاز الهضمي. يبدي منين؟ من الفم والمرق، طبعا البلعوم والمرق زين، والمعده والامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه. هاي كلها اعضاء. الامعاء عضو، المعدة عضو، الفم عضو، المرق عضو، البلعوم عضو. فكلها دخلت شنو؟ ضمن جهاز اللي هو سموه الجهاز الهضمي. هذا الجهاز الهضمي اشترك كل حدا يؤدي لي شنو وظيفة اللي هي الهضم. صار واضح؟ هذا بالنسبة انه شنو المستوى درجات التعقيد في مستوى في الحيوانات. طبعا هنا ايش قد راح يصير عندي المستوى؟ 50. يعني بعد اعلى مستوى، شوف اعلى مستوى التعقيد بمن؟ بالانسان. من ضمنها شنو؟ طبعا الثدييات. هنا راح ناخذ احنا هو يسولف لنا على الانسان زين. الانسان واي كائن من الفقريات اللي هو تعتبر شنو بها اعلى مستويات التعضي، انه يعني اعلى درجات التعقيد تصير بمن؟ بالمستوى الخامس اللي هو مستوى الجهاز العضوي. واقل درجه من التعقيد هو اللي راح القاها وين؟ بالمستوى البروتوبلازمي للتعضي. فهسه صار عندك خمس مستويات، خل اعيدها. المستوى البروتوبلازمي وين موجود؟ بالطليعيات. مستوى الخلوي يعني كما في مستعمره الفولفكس. ومستوى الانسجه المتعضيه عندك اللاسعات والاسفنجيات وقناديل البحر. مستوى الانسجه المتعضيه يعني مجموعه من الانسجه دخلت ضمن عضو مثل عده ديدان مسطحه زين. طبعا ديدان مسطحه يقول لك الخرطوم والعضو التناسلي. العضو التناسلي راح يتميز لمن؟ الى جهاز تكاثري، هذا موجود بالكتاب. ومستوى الجهاز العضوي. هسه خلصنا شنو مستويات التعقيد. نجي على الموضوع اللي بعده شباب. هذا اخذناه. يقول مفهوم التكوين الجنيني. احنا بالمحاضره الاولى من الفصل انا راسا عرفت لك مفهوم شنو التكوين الجنيني. يعني عرف التكوين الجنيني او الانماء. يقول عمليه تكوين فرد من خليه واحده تمثل البيضه المخصبه لحين اكتمال نموه زين ليصبح عديد الخلايا معقد تركيب شبيه بالابوين. هذا احنا اخذناه زين. عندي هنا تعريف اسمه علم الاجنه. علم شنو؟ علم الاجنه. علم الأجنة هو علم مثل علم الرياضيات، مثل خلينا نقول علم الفلسفة، أي علم يختص في مجال. من قال علم الأجنة؟ هو العلم الذي يهتم بمن؟ بالدراسة مراحل التكوين الجنيني. علم يهتم، هسا علم الأجنة يصير يقول علم يهتم بدراسة الرياضيات؟ لا أستاذ،
قاعد بالأجنة، يعني مراحل شنو التكوين الجنيني. هو العلم الذي يبحث في دراسة أو يهتم، تقدر تقول عادي كلش طبيعي، في دراسة شنو مراحل تكوين الجنيني، بضمنها من هو النمو اللي أخذناه اللي هو نمو الزيادة الحاصلة في حجم ووزن خلايا المكون كان حي، والتمايز وهي قدرة خلايا، مجموعة من الخلايا على اكتساب المقدرة الوظيفية. صار واضح؟ شوف يقول وتتم خلال عملية التكوين الجنيني، يرجع عملية شنو التشكيل. التشكيل هو شنو التشكيل؟ تشكيل بقى احنا مو اخذنا، شوف المحاضرة السابقة من اخذنا قلنا يابا انا عندي هذا بيضة راح تتحول عندي المن الى فرد. تعريف التكوين الجنيني اللي هي عملية شنو؟ عملية تكوين فرد، عملية تكوين فرد من بيضة تمثل ياهي البيضة المخصبة لحين اكتمال نموها ليصبح شنو فرد متعدد الخلايا شبيه بالأبوين، ويضمن ثلاث مراحل اللي هي قلت لك شنو النمو، اثنين تمايز، ثلاثة التشكيل، وبالأخير قلت لك عندي شنو التعضي. احنا هسه شرحنا النمو والتمايز والتعضي، بقاش عندي التشكيل. شنو المقصود بالتشكيل؟ التشكيل هو شنو؟ شوف يقول وهي التكوين الشكل المظهر للجنين، يعني انه هذا الجنين راح يطلع لي فارة، يطلع لي ضفدع، يطلع لي انسان، انه شلون راح يتكون شنو الشكل المظهري المن للجنين. هنا شوف نحتاج الشرح بالكتاب ونفصل لك اياها وحده ما المقصود بالتشكيل وما مظاهره الاساسيه. تقول استاذ هي تكوين الشكل المظهري المن للجنين، وتكون الخطوات الاساسيه لهذه العمليه، المظاهر الأساسية إلى شوف المظاهر الأساسية متشابهة في جميع أجنة أو في شوف تقول متشابهة في أجنة جميع شنو الفقريات، يعني المظاهر مالتها الأساسية كل الفقريات تكون شنو المظاهر الأساسية متشابهة. مثلا عندنا تكوين الحبل الظهري، أنه من بداية تكوين البيضة المخصبة لحد فترة معينة راح يتكون عندنا شنو الحبل الظهري، وراها راح يبدي يصير عندنا تغيرات حسب نوع هذا يعني الحيوان الفقري. صار واضح؟ مثلا اختفاء الريش، نوع هسه الحمامة عندها عمود فقري لو ما عندها استاذعتها، مثلا عندي الانسان عنده عمود فقري ايه عنده، الضفدع عنده عمود فقري ايه عنده، كلها من البداية من يعني بداية البيضة المخصبة لحد فترة معينة راح شنو اللي يصير عندك؟ راح يصير عندك شنو؟ انه العمليات الأساسية مشابهة. فشي يقول؟ يقول العمليات الأساسية متشابهة في جميع أجنة الفقريات، بس بعدين راح شي يصير عندي تغير، بعدين راح يصير عندي شنو التغير يعني بمراحل تكوين جنين. ولا بد من الإشارة أن مجال اهتمام علم الأجنة لا يقتصر على المرحلة الجنينية فقط، حلو، يعني مو من مرحلة الحمل لحد مرحلة الولادة لا، والتي تمثل مرحلة قبل التحول، هاي الشكل مو شكل يعني. زين يقول في البرمائيات، هنا عندي مثالين، عندي البرمائيات ومرحلة قبل الفقس في الطيور. هسه مثلا نجي نسولف على البرمائيات، يقول مثل، خلي أسولف لك عليه شوي، هنا أحتاج سؤال. باو. يقول مثل لجنين يولد لا يشبه الأبوين، يعني هو يفقس من البيضة بس ما يشبه الأبوين. فأنت هنا الجواب مالتك من وعدي الضفدع، الضفدع بالبداية راح يجيك شنو دعموس مذنب، صح ولا لا؟ دعموس مذنب، ورا فترة مني راح يصير ضفدع بالغ، اللي هو راح يصير عندك شنو ضفدع بالغ. من راح يصير عندك ضفدع بالغ؟ هنا شنو اللي راح يصير؟ يختفي، طبعا احنا متفقين بالفصل الاول اختفاء ذنب رقات الضفادع عند تحولها الى ضفادع بالغه بعمليه التحول الشكلي. زين هاي اول شيء اختفاء الذنب، اختفاء شنو الذنب، هاي اولا. اثنين اللي هو شنو اختفاء الخياشيم، تحل محلها شنو الرئات لانجاز فعل التنفس، هاي اخذنا بيمن بالفصل الثالث، اللي هو تحل محل اختفاء وتحل الرئات محل الخياشيم لإنجاز فعل التنفس. زين وبعد شنو راح يتحول الأكل من آكل نبات المن إلى آكل شنو لحوم،
بس استاذ هاي تعتبر من مراحل التكوين الجنيني؟ اي من مراحل التكوين الجنيني. شوف لان الجنين جاي يتكون يبدي شوي شوي جاي يتكون حتى يشبه الابوين، لان انا بتعرف التكوين الجنيني هي بيضه مخصبه لازم احولها علما الى فرد متعدد خلايا يشبه الابوين، بالضفدع ما يشبه للابوين، انولد ما يشبه الابوين، فهنا لازم شو اسوي له؟ انتبه عليه، لازم شو اسوي له؟ لازم يمر بمرحله تحول شكلي، فهاي المراحل مال التحول الشكلي هي تدخل ضمن التكوين الجنيني مو شرط ببطن امه. وصلت الصوره؟ زين، مثلا نقول عندي مثل الجنين يشبه الابوين عند الولاده وتستمر في عملية التكوين الجنيني، يعني يستمر. عندنا شنو الفقريات بصورة عامة من ضمنها الإنسان، هو يشبه الأبوين، يطلع لك إنسان عنده يدين شقة بالمثل راح يرجع عنده ذيل وبعدين يختفي، لا راح يطلع إنسان طبيعي كامل. بعد استاذ شلون راح إنه يستمر التكوين الجنيني؟ هسه مثلا الطفل يكون حيوانات منوية؟ لا استاذ. الطفلة تكون بيوض؟ لا استاذ. يعني خلينا نقول احكيها انه تتكون عليها الطفلة الدورة الحيضية؟ لا استاذ. شو كنت بعد البلوغ؟ يعني معناتها اكو اعضاء كانت بعدها ما كاملة ما مكتملة، مثلا الخصى والمبايض اللي فد مرحلة عمرية معينة تتكون ورا البلوغ، يتوقف شنو؟ التكوين الجنيني. مثلا الطفل اول ما يجي للدنيا ايش عنده؟ عنده غضروف، العظام مالته شنو؟ غضاريف. ورا فتره اشهر قليله راح تتحول الغضاريف لمن؟ الى عظام. هذا اللي هو شنو؟ اللي هو مفهوم التكوين الجنيني ومفهوم التشكل او التشكيل. يعني التشكيل انه هو شنو؟ المظهر الاساسي لمن؟ للجنين. صار واضح شباب؟ هذا خلصنا المحاضرة اليوم. المحاضرة الجاية راح أشرح شنو الآراء والنظريات عن التكوين الجنيني. خلصت محاضرتي لكم وأنتقيكم بالمحاضرة الجاية. في أمان الله وحفظه.